يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني النهارده في فيديو جديد. بصوا، زي ما انتم شايفين كده انا في معرض موبيليا حلو جدا. انا متابعاه دي لي فتره على الفيس، وكانوا بينزلوا اوض جميله جدا ما شاء الله. فانا معديه النهارده بالصدفه ولقيتهم فاتحين كده، زي ما انتم شايفين ده صالون. المعرض اسمه معرض فريده، في قدام مستشفى الاميري في المنيا. تمام، ده صالون حلو جدا جدا جدا، وسعره عايزه اقول لكم حلو قوي، يعني مش غالي خالص. انا كنت متخيله هيقول لي سعر واو يعني، لا طلع جميل جدا ما شاء الله. هم المعرض ده كده ليه دور تحت تاني، وهنا هم لسه بينضفوا ويوضبوا علشان بكره الافتتاح. بصوا ده كده كونسولت اهو، كونسول تجار البنك. وده كده انتريه، هما زي ما بقول لكم دلوقتي علشان الافتتاح بكره باذن الله. وده دولاب كده، تمام. وده كده اهو، ده كرسي برضو تبع الانتريه، هم بس حاطين حاجه بسيطه هنا علشان الدور اللي تحت فيه كل الموبيليا. اهو ده كده الانتريه زي ما بقول لكم، ودي الكنبه الثانيه اهو بتاعت الانتريه، وده برضو كرسي للانتريه، وده السرير بتاع الدولاب اهو. ده كده الدولاب والسرير بتاعه ولدته لكم، تمام. وده كده الصالون. عايزاكم ان شاء الله بكره تيجوا الافتتاح وتشوفوا الدنيا ايه. وعايزه اقول لكم الاسعار حلوه جدا جدا جدا، واي حد محتاج اوضه معينه او رسمه اوضه معينه يجيب له الصوره وان شاء الله ينفذها له. وكمان الموبيليا دي جايه من دمياط، يعني المصنع او الورشه بتاعتهم في دمياط مش هنا في المنيا. يعني موبيليا خشب زان ودهانات حلوه جدا ما شاء الله، والاسعار كمان حلوه. ان شاء الله بكره الافتتاح يوم الخميس موافق 5/12. المعرض قدام مستشفى الاميري الساعة 6، الافتتاح الساعة 6 المغرب يوم 5/12، تمام. المكان قدام مستشفى الاميري في المنيا، تمام. يعني شارع ناحية بعد ابراج الجامعة كده، وانت جاي من عند الاخصاص. طبعا كلنا عارفين مستشفى الاميري للمنيا، تمام. اتمنى بكرة نتقابل باذن الله في الافتتاح، واللي يجي بقى يقول له انا من قناه انا وبنتي، لو محتاجين تشتروا اي حاجه قولوا له كده، وان شاء الله هيعمل لكم خصم حلو جدا. هو اصلا اسعاره حلوه قوي ما شاء الله، جميله. اتمنى ان شاء الله اشوفكم تاني، واول ما تنزل حاجه جديده باذن الله هنزلها لكم، واستنوني فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسنا بعد ما